تحسين من قناة سرشاجي، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصوا انا عندي دلوقتي موضوع حلو قوي، اللي هو في كده ايكويشن في الاكسل هتفيدكم كتير قوي. بصوا دلوقتي الشيت ده اسمه كارز. كارز ده عبارة عن فيه داتا معينة جدا، اللي هو احنا بنتكلم على جوجل شيتس مش اكسل شيت، بنتكلم على جوجل مش اكسل. المهم كارز دي فيها داتا كتيرة اهي، وداتا كتير يعني اللي هي مثلا لحد 5000 داتا، 5000 رو وهكذا. ده في كارز اللي هي بيانات عن العربيات وحاجات زي كده. وكمان الشيت ده مقفول، يعني ممكن مثلا ايه ان انا ادي لحد مثلا صلاحية معينة، زي مثلا ان انا اخليه اديتور او اخليه اي حاجة وهكذا. تمام، فنفترض ان انا دلوقتي في الشيت ده في حوالي 5 اشخاص هما اللي مسموح ان هم يشوفوا الجوجل جوجل شيتس دي بس، يعني 5 اشخاص جوه الشيت. وليكن انا عايز اوري مثلا حد تاني اللي جوه الشيت ده بيحصل فيه ايه، بدل ما انا اخد الحاجه كوبي وانقلها في جوجل في اكسل شيت وابعتها. فايه اللي هيحصل؟ ده بقى الفكره الجديده اللي انا شفتها، الفكره الجديده اللي انا شفتها اللي بتعملها معادله امبورت رينج. امبورت رينج دي جامده جدا جدا جدا. بص اوريكم ازاي. ده شيت جوجل شيت تاني، ده جوجل شيت وده جوجل شيت، يعني ده اللي فيه الداتا ده اسمه ده جوجل شيت مقفول، وده لوحده جوجل شيت فاضي لوحده. فانا عايز انقل الداتا هنا اوتوماتيك، بحيث لما يجي اي حاجه تتضاف تحت هنا تتضاف هنا. وهنا بيقولوا عليها داتا، دي الداتا دي اسمها النسخ التلقائي، النسخ التلقائي في جوجل شيت. تمام، هنعمل ايه؟ هندوس اول حاجه امبورت رينج. امبورت رينج اهي. تمام، اول حاجه بيقول لك سبريد شيت يو ار ال، اللي هو اللينك. بس اول حاجه نعملها نعمل كوتيشن، وهنيجي هنا ناخد الحته دي كده او ناخد اللينك كله مش تفرق يعني، كنترول سي. وطبعا احنا عملنا اللي هي كوتيشن هنا، ونعمل كنترول في اهي، نكبر كده الكلام شوية اهي، يساوي import range quotation control c. بعد كده دي، بعد كده نروح دايسين كوما تاني ونعمل تاني اللي هي دي اللي هي quotation دي، ونيجي هنا. هنا اسمها ايه؟ هنا اسمه sheet 1. طب تخيل نفترض مثلا ان هو اسمه data، مثلا data، نفترض ان هو اسمه data. نفترض ايا كان، او اسمه مثلا ايا كان داتا ولا حاجه. تمام، داتا. احنا دلوقتي نقلنا اللينك اهو، وبعد كده هنيجي في الـ اللي هي السترنج دي، الرينج سترنج. هنيجي هنا نكتب داتا، ونعمل علامه الاكسكلاميشن مارك اللي هي علامه اللي هي التعجب دي، اللي هي شيفت واحد. وبعد كده نعمل، هي الرينج ده كله من ايه لايه؟ الرينج من اول ايه اللي هو الكولوم ايه، لحد من العمود A لحد العمود L. يبقى الرينج هيبقى بتاعنا من ايه؟ من A to L. وبعد كده نقفل الكوتيشن، وبعد كده نقفل القوس. او لو تلاحظوا اول ما قفلنا القوس هنا علم عليه علامه ان هو يقفل مع القوس هناك، وبعد كده ندوس انتر. بصوا اهو بيقول لي انت مالكش الاكسس، فنعمل ايه؟ يقول لي allow access، اقول له allow access، اروح دايس انتر كده عليها allow access اهي. ايه اللي هيحصل؟ بصوا ده كل ده لسه بياخد البرميشن والاذون اللي هو يدخل بس كده. خدتوا بالكم بقى من دي؟ بصوا ايه اللي هيحصل. اهي الديت ده الاوريجينال، ده الاصلي. الشيت اللي على اليمين ده الاصلي، الشيت اللي على الشمال ده النسخه المنسوخه منه او المقلده منه. تمام، طب نفترض مثلا ان انا عايز اكتب حاجه هنا. بصوا الميك دي مثلا اخليها اسمها البراند. بصوا هتسمع هنا، اي سمعت اهي، بقت براند. طب التايب دي او الير دي اخليها مثلا يير ديت مثلا، او الير ديت. بصوا اهي المفروض هتلاقيها تسمع هنا، هتسمع اسمها يير ديت. خدت بالكو؟ طب لو انا عدلتها رجعتها تاني هترجع تاني اهي، هتبقى يير ديت، والبراند هتبقى براند وهكذا. تمام،
فدي احلى حاجه. بس الفكره بقى هتيجي مثلا فكره هتقابلكوا اللي هي مثلا مشكله مثلا زي انا مش عايز كل الدنيا دي تشوف الحاجات دي كلها، انا عايز حاجات معينه اللي تتشاف. نيجي بقى هنا لاحلى حاجه بقى اسمها ايه، ناخد ده كده كله import range ده cut، في بقى معادله اسمها query، نحط كل الداتا دي كلها نحطها في بالفي الكويري دي، او الحاجه دي الداتا دي كل دي الداتا، وبعد كده نعمل كوما ونعمل كوتيشن، نكتب select مثلا انت عايز مثلا اول كولوم وتاني كولوم، وادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى انت عايز اول واحد وتاني واحد ورقم 12. يبقى تعمل ايه، كولوم سيلكت كولوم 1 كوما كولوم 2 كوما كولوم 12، وتروح قافل الكوتيشن وتروح قافل الكوس، تروح دايس انتر. خدتوا انتوا بالكم؟ جميله والله العظيم، معادله تحفه. فكده تخيل بقى، تخيل الحاجات الجميله دي، يعني تخيل الحلاوه الجميله دي. ده انت ممكن بقى تعمل بقى حاجات احسن بقى في كده، انت ممكن تروح مزود بقى عليها حاجه احلى كمان اللي هي وير دي اللي هي فلتر، يعني ان انا عايز حاجات اللي اسمها نيسان بس. وير كولوم 1 كول او كول 1 اهو كول 1 ايكوال مثلا نيسان، او نيسان خليها نيسان بالظبط، ونروح عاملين دي كمان كده ونقفل الكوتيشن ونروح قافلين القوس. لا مش جايه، نعمل كل دي خليها بسبيس شويه كده. طب نرجع تاني نشوف نيسان دي، البراند بتاعها كان اسمه ايه نيسان، ناخدها كده اهي. وير كولوم 1 ايوه اهي بالظبط اهي، وير كول 1 ايكوال نيسان بس كده. خدتوا بالكم اللي هو جاب كل حاجات نيسان اهي والسعر بتاعها. جميله يا جماعه، جميله بجد. لو انت عايز تشيل الفلتر ده تروح جاي هنا وتمسح الحته دي كلها. جميله يا جدعان، جميله جدا جدا جدا، اسمها import range وquery اهي، import range جواها query. اتعلموا الاتنين دولت يا جماعه بجد بجد، هتفرق كتير قوي في شغلكم، لان هي فعلا فرقت كتير في شغلي. بس كده يا جماعه، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، واي تفصيله عايزين تعرفوها كلموني ابعتولي، انا تحت امركم في اي حاجه. شكرا جدا ليكم، واتمنى ان انا افيدكم على طول، واتمنى انتوا كمان تفيدوني وتبعتولي كمان كومنتات، لا عايز اعرف انتوا عايزين توصلوا ايه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.